ها ايش عندك مرسلني؟ ايش تبغى مني؟ ابيك ترجع يا ركان، ولا اخوك سعود ما وصل لك الكلام؟ الا وصل لي الكلام وقلت لك رجعت ماني براجع. لا تتعب نفسك على الفاضي وتحاول فيني، رجعت ماني براجع لو تحب السماء. والدين اللي عليك؟ الدين ما هو بعلي، الدين على سعود يسدده هو الحالة. أنا ما بيني وبينك شيء. شكلك نسيت الدروب اللي بيننا وبينك، والروحات والجيات والسيارات. أبنساه وبنسى كل ذكرى جمعتني فيك، ما أبيه يجسن عندي ولا دقيقة واحدة. صدقني ما تقدر، أنا أعرفك زين يا ركان، ما تقدر تنسى الأشياء هذه كلها. ولا تحدني على شيء أستخدمه معك، عمري ما استخدمته. لا يا شيخ، وش جاي تهدد أنت؟ ولد أعرف مع من تتكلم أنت، ماني بسعود أنا تلعب عليه بكلمتين. لا تخليني أسوي شيء تندم عليه، لأنك أنت أصلا قاعد تترجاني علشان ما أسوي الشيء اللي في بالي. وش تبي تسوي يعني؟ تبي تبلغ؟ بلغ، لأنك لو بلغت بيجرونك حتى لو مالك طرف. أنا تايب، والتايب قبل يمسكونه ما عليه خلاف إن شاء الله. توب كم يوم من بكرة ترجع. يا كثر كلامك وقل أفعالك، خرطن على الفاضي. أقول امسك لسانك يا مشاري، ورجعتن ماني براجع، تفهم؟ أقول لا تخليني أتهور وقص رقبك الليلة. عموما الليلة تسليمتك، خلي أنت خابر، لكن أنا برسل واحد ثاني غيرك، وإذا أنت رجال بلغ بوريك، وتبي تشوف بعيونك يا مشاري.